يا شباب، يسعد لي اوقاتكم. بدي اعلمكم حركات المجوز الحوراني. ما تنسوا تدعمونا يا شباب باللايك، لانه مش عم نقصر مع حدا. مثل ما بتشوفوا ما في تفاعل، ما بعرف ايش يقالف. اوكي شباب، السرعة 85، مسرق السي والمي انا. الصبا شباب، اوكي.
نسوي الكام حركة فينا نشيلهم بس تكون الناس عم تدبك. طبعا مقام الصبا رائع، صحيح حزين بس حلو. شباب سهلين، ما في شيء صعب، تتعلموا كل شيء. يلي بحكي لك الاورك صعب وما بعرف شو، هذا كله حكي فاضي يا شباب، ما حدا خلق معلم، انا عم بتعلم مثلي مثلكم. الدرس مش للمبتدئين، المبتدئين المتوسطين، عشان ما حدا يحكي لي ليش ما عم تعزف باصبع واحد، يعني هيك حركات صراحة ما بتطلع باصبع واحد، صعب جدا. ماشي يا حبايب القلب، بتمنى منكم تعطونا لايك، بس ما بدنا اكثر من اللايك، واللي مو مشترك بالقناة يشترك، اهلا وسهلا بالجميع. تحياتي لكم جميع، اخوكم عصام، وان شاء الله بضل بنزل دروس وبستمر معكم، والكل بيستفيد وبتعلم. إلى اللقاء.